تساؤلات عدة خلفتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو الأخيرة إلى بغداد وأربيل، تساؤلات حول الدور الذي ترغب فرنسا في الاطلاع به داخل العراق، خاصة وأن التصريحات التي أطلقها ماكرو خلال الزيارة ربما تزعج قوى إقليمية نافذة في الداخل العراقي. إلا أن الدور الفرنسي في العراق ليس وليد اللحظة، فهو يرجع إلى تاريخ الحرب مع إيران، حيث دعمت باريس حينها بغداد ضد طهران مالياً وعسكرياً. ومع بداية الحرب ضد داعش في العام 2014، قدمت فرنسا دعماً سياسياً وعسكرياً وإنسانياً للسلطات العراقية. وتعد فرنسا الشريك الثاني في التحالف الدولي ضد داعش من حيث عدد القوات، حيث تشارك فرنسا في بعثة الناتو في العراق ب200 عسكري فرنسي لأغراض ميدانية وتدريبية. كما قامت فرنسا بدعم قوات البشمركة الكردية في حربها ضد داعش من خلال تزويدها بشحنتين من الذخائر والصواريخ في العام 2016. وفي العام 2020 احتل العراق المرتبة الثانية في قائمة الدول المنتفعة بالمساعدات الفرنسية لإرساء الاستقرار. ومنذ عام 2017 أسهمت فرنسا ب60 مليون يورو من أجل دعم الاستقرار في العراق. وفي مجال الاقتصاد بلغ التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار يورو في العام 2019. إلا أن حصة فرنسا من السوق العراقية تبقى متواضعة للغاية، لأنها تمثل أقل من 1% فقط من حجم التجارة الخارجية العراقية. ومؤخراً حملت زيارة ماكرون رغبة فرنسية بالإسهام في إعادة إعمار العراق، رغم أن فرنسا لا تزال تضع العراق ضمن قائمة الدول الخطرة على الشركات الفرنسية، وهو ما قد يعرقل طموحها في الاستثمار هناك.